تيزماري عبد اللطيف، ساكن في البرادعة، كنخدم سرباي. المعيشة على قد الحال، ودابا مني جا هاد المرض راه حنا أمرين موكلين أمرنا الله وحنا باركين. دابا انت من الناس اللي مريضين بالسرطان، اليوم اكتشفتي انك مريض بالسرطان، يبغيك تحكي لنا على الحالة ديالك. الحمد لله، الحمد لله ونشكروه، واللي جاش من عنده مرحبا به. الحالة انت كتشوف الحالة، الحمد لله. انا اول مرة كنت بارك تزيرت، مشيت لسبيطار مولاي عبد الله كما كتعرف، قالوا لي خصك دير بلاكا. مشيت عند طبيب اختصاصي، درت بلاكا، قال لي عندك المفرية. بقيت كنشرب واحد الدواء على اساس باش غيحيد داك الماء، قال لي راه غيحيد معاه الدواء ان شاء الله. بقينا متبعين معاه شويه، كان تفاجئ بواحد الولسيسه خرجاش اللي ما عرفناش منين. انا في الدار ديالي في اليمن، وشويه بقينا كنديرو في الراديو واش عند اخرين، ماشي غير واحد اللي هما اربعه. شويه قالوا لي عندك السل، بديت كنشرب فيني ندير السل. هو ما عنديش، تدرش واحد السكانير، من درت داك السكانير خرجوا بلي راه ما عندي لا سل لا والو. عاد باش حيدت داك الفانيد، وبقيت متبع شي تحاليل اخرين، توصلنا للمرض اللي انا فيه دابا، اللي هو ما سرطان في الرئة. الحمد لله، اللي جاش من عنده مرحبا به. احساس جميل اللي جاش من عنده مرحبا به، حيت هاد المرض ماشي ديال الانسان ولا عطالك شي واحد، عطاهلك الله. احنا مقبلين وموكلين امرنا الله. الحالة ضعيفة انت كتشوف، والخدمة ما بقيتش خدام، الحمد لله. وكنطالب من الناس المحسنين يتعاونوا معانا، واللي دار شي حاجة يخلصوا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالنسبة للسي عبد اللطيف، هو كجارنا وكصديق ديالنا وكبرنا في حي واحد، حنا تنعرفوا الظروف ديال بعضياتنا، يعني عائلة في هذا المستوى الاجتماعي اللي هو يعني تتعاني من الهشاشة ومن الفقر ومجموعة من الأمور، وساكن في كاريان يعني، وراك عارف الظروف ديال اللي بيضهم في الكيكيك والمعيشة ديالهم. وفوق من هذا الشيء أنه تيتصاب بواحد المرض اللي هو مرض عضال، مرض ما ساهلش، ديال سرطان ديال الرئة. فهو مرض شوية صعيب وقاصح، عارف الحالة النفسية كي كتكون، الحالة الاجتماعية كي كتكون. فبالتالي هذا خاص واحد تضامن كبير من طرف العائله، من طرف الجيران، من طرف المجتمع، من طرف حتى الدوله بالمؤسسات ديالها على مستوى القطاع ديال الصحه. فشي كل شيء خاصو يتضامن باش نقضوا انسان، نقضوا بشر. السي عبد اللطيف وباقي شاب 26 سنه، راه يلا قال بسم الله. فبالتالي باش كيتصاب بهذا الداء، صلى على العفو والعافيه انه يشافي في اقرب الاجل. وكنشكركم نتوما كمنبر اعلامي الجهوية باريس، الله يجازيكم بخير انكم تسلطوا الضوء على هذه الظواهر الاجتماعيه اللي ولات فعلا خاصها تكافل كثير على جميع المستويات، الاعلام، المجتمع المدني، جميع المؤسسات. الله سبحانه وتعالى يشفي جميع المرضى. هذا ما كان، هذا نداء لجميع الناس اللي باغي يتعاون، اللي باغي يساعد، واللي باغي يمد المساعده. هذه الخدمه حنا نقولوا، حنا المغاربه فين هذاك الترجليت وفين هذاك التضامن؟ هنا يبان في هذا الشيء. هذا راه مساله موت او حياه، هذا يضرب يده في جيبه ويجي يعاون خوه، يعتق انسان ومن احياها كانما احيا الناس جميعا. هذا ما كان. كنطالبوا من الناس ديال الحكومه ودير وزاره الصحه يتعاونوا معنا، حنا كمرض الناس ديال مرض السرطان، لان التكاليف ديالو قويه بزاف وغاليه بزاف، وحنا ما في استطاعتناش غنخلصوا كل شيء وغنديروا كل شيء. كنتمنوا منهم يعاونونا ويديروا لنا شيء بالمجان لجميع الناس ديال مرضى السرطان. كيف كتشوفوا، حنا اليوم جينا زياره عند الصديق ديالنا والاخ ديالنا عبد الطيف، اللي مسكين كيف ما تشوفوا راه جا هذا المرض الخبيث هذا اللي معروف اللي هو مرض السرطان الرئوي. ومن هذا المنبر انا كناشد الناس المسؤولين وعلى راسهم وزارة الصحة، الله يجازيكم بخير والله يكون من امثالكم. حنا هذا ماشي طلب مني انا كشخص، هذا طلب
من الشعب المغربي ومن الناس اللي مرض بهذا المرض الخبيث انكم توقفوا معاهم وقف راجل. علاش؟ حيت راهم امس الحاجه ليكم نتوما كوزاره الصحه. الله يخليكم كنانسيستي على المجانيه ديال هذا المرض هذا. راه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. راه ما كاينش عبد اللطيف، راه كاين عبد اللطيف، كاين شيماء، كاين بوعزه، كاين عبد القادر، كاين غيزلر، كاين الشعب كامل محتاج وزارة الصحة. وعاود كنأكدها انطلاقا من الحكومة اللي خصها تتحرك، وعلى رأسهم السيهم العثماني، أنا مزاوق إلا وقف وشوف هاد وزارة الصحة هادي أنا تعاون هاد الناس هادو، راهو بأمس الحاجة ليكم، وراه كاين الله فوق كل شيء، راه مساكن لا حول ولا قوة ليهم. هانتوما كتشوفوا مصاريف العلاج، ها الشيمي، ها الترونسبور، ها الوراق، ها لي زاناليس، ها راه نتوما عارفين هادشي كامل اش كيطلب. راه ما نبقاش نقول انايا، راه عريضه عندي فيها بزاف ما نقول، ولكن نتوما كوزاره الصحه عارفين اكثر مني انايا، وعارفين اكثر من الشعب اشنو تيحتاج هذا المرض هذا. فلذلك الله يخليكم تحركوا تحركوا تحركوا. احنا راه ماشي كنهضروا هكاك، احنا لداخل ديالنا راه العالم بين الله سبحانه وتعالى، ولكن الاكثريه هو خوتنا اللي مرض بهذا المرض هذا، ومنهم خويا عبد اللطيف. الله يرحم لكم الوالدين. شوفوا انا مش ما تاخذوش الكلمات ديالي بعين الاعتبار ولا، ولكن شوفوا هاد الناس هادو، شوفوا من حال هاد الناس اللي مرض بهذا المرض هادو. الله يخليكم، راه ما كاينش عبد اللطيف واحد، راه كاين الشعب كامل محتاجكم نتوما كوزاره، ومحتاجكم كحكومه. وغنعاود نرجع نأسس على واحد الكلمه قلتها، المجانية لهذا المرض. الله يرحم لكم والديك، احنا بغينا المجانية لهذا المرض هذا.